اهلا وسهلا ومرحبا بيكم، معكم ايهاب محمد غبارة من اي جي اتش ستوديو. دي المقدمة اللي كنت ببدأ بيها كل الفيديوهات بتاعتي، بس المرة دي اسمحوا لي ابدأ بشكر محمد تهامي على اتاحة الفرصة الجميلة ديت للتواصل معاكم، ولشكره على السيستم الرائع بتاعه، سيستم باشون تو بروفيت. حابب احكي لكم حكايتي. انا بدأت مهندس معماري بيحب التصوير الفوتوغرافي، بيعشقه من عنده 3 سنين، ولكن عنده جواه مشاكل. هل يسيب العمارة ويسيب الهندسة ويبقى مصوراتي؟ لا، ما ينفعش. دي كانت عاملة لي خوف، لدرجة ان انا بدأت مشروع مع واحد زميل ليا في ان انا عملت مكتب هندسي. مش عاوز اقول لكم يعني 8 شهور كانوا اسوأ 8 شهور عدوا عليا في حياتي. واكتشفت بعد ما قفلت المشروع دوت ان كان في مشاكل كتير، مشاكل في البيزنس ومشاكل فيا انا. من هنا بدأت ادور على حد يساعدني، لقيت سيستم باشون تو بروفيت. كملت السيستم وخدت 1-to-1 كوتش مع محمد تهامي. مش عاوز اقول لكم على الخلطة السحرية دي، كانت احسن 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 حاجة عملتها في مسيرتي خلال 10 سنين اللي فاتوا، من التحول من موظف لرائد اعمال عنده مشروع. حاليا بقدم خدمات فوتوغرافية مخصصة لمين؟ تخيل بس، مخصصة للمهندسين، للأطباء، للكوتشنج، لأي حد من البروفيشنالز المهنيين المحترفين اللي بيدور على صورة معينة تخدم البيزنس بتاعه، سواء كان صاحب عيادة، صاحب مكتب، صاحب تسويق أونلاين لكورس، بعاوز يوصل معلومة معينة للكاستم أودينس بتوعه. الحمد لله صوري منشورة في مجلة فوربس الشرق الأوسط جوه المجلة، وكمان على الكفر في أول تعامل صريح مع الميديا. ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ده تتويج ليا والشغل والتعب السنين اللي فاتت دي كلها. حابب أوجه نصيحة بسيطة جدا، أيا كان شغفك، أيا كان حبك ليه، أهم حاجة عشان توصل لبزنس قائم على الشغف دوت هي إن يكون عندك علم. والعلم من وجهة نظري هنا لازم يكون علم بالماركتينج، علم بالعميل، علم بالتسويق، علم بالسيلز، علم بحاجات كتير، علم حتى بالتكنولوجي اللي هتستخدمها. معظم الحاجات دي بيقدمها لك باشون تو بروفيت على طبق من فضة. كل اللي عليك هي حاجة واحدة بس، المثابرة، مثابرة على السيستم، انك تفضل ماشي وراه، تفضل مهما قابلتك من صعاب، مهما قابلتك من مشاكل، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيجازي على السعي، فتعب وسعى وان شاء الله باذن الله تلاقي التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى.